بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدنا الكريم، انقضى من شهر رمضان أكثر من نصفه، نسأل الله تعالى أن يكتب لنا في النصف المتبقي أو فيما تبقى من أيام هذا الشهر المبارك توبة نصوحة ومقبولة إن شاء الله تعالى، وأعمال مستجابة ودعوات مستجابة إن شاء الله تعالى. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق فيما بقي من لا سيما ليلة القدر المباركة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لإحيائها والدعاء فيها وأداء أعمالها على أتم وجه إن شاء الله. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم سماحة السيد رشيد الحسيني، الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. السلام عليكم ورحمة الله سيدنا، ووفقتم إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، بارك الله بكم. حياكم الله سيدنا الكريم. إذن مشاهدنا الكريم، بإمكانك أن تشاركنا إن شاء الله وتطرح سؤالك في الفقرة اللاحقة إن شاء الله تعالى، بعد أن ننتهي من التدبر في آية من آيات الله تعالى إن شاء الله في هذه الفقرة. فاستعد وحضر سؤالك، بعد قليل إن شاء الله بإمكانك أن تتصل وأن تطرح هذا السؤال. سيدنا الكريم، الآية التي تم اختيارها هذا اليوم الآية الثانية التي سأقرأها بعد هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وتكملت الآية سيدنا الكريم، أتركها لجنابكم الآية اللي بعدها إن شاء الله للحديث وتدبر فيها، تفضل. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نعم، هناك حالة من التخدير الشيطاني، هناك نحو من التخدير الشيطاني، يعطي مخدر بسيط إلى المكلف المتدين طبيعة الحال. الناس الغير متدينين حسابهم آخر، ولكن المتدين الذي يصدر منه تنصدر من المعصية عليه حال يرتكب، فهو يريد أن يرجع إلى الله، فهو يريد أن عليه حال يتوب، ولكن يلقي الشيطان في روعه وفي قلبه أنه الله تواب، الله غفور رحيم، وهو الذي قال عن نفسه في كثير من الآيات أنه يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيش كده أسرفتم فإن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآيات بلحنها المؤمل يعني بشكل كبير، نعم، تعطي أمل كبير إلى الإنسان، تجعل الإنسان على حال تنوجد فيه أرضية التسويف بعد وقت. خلي نكمل، خلي عليه حننتهي منها العلاقة هذه، بس هالمسألة هاي السفرة أروح لها إن شاء الله. بعدين من طرائف الأمر قلت لأحدهم أنه أنت متمكن يعني مستطيع من ناحية الشرعية، ليش ما تروح الحج؟ لا سيدي، إذا أروح الحج بعد لازم نتوب، فما يريد هالسيد هو. فخلينا عليه حال نكمل. فقلت له ترى أكو آيات، خمسة أو ست آيات تنطبق عليك. قال ها شنو هذه الآيات؟ أنه التوبة على الله للذين عملوا السوء بجهالة، وليست التوبة للذين يعملون السوء وهو شنو مصرون، وهم يعلمون وهم مصرون وهم على حال متعمدون. هذه حسب تعبيرنا نوع من العبث مع الله. أستاذ مرتضى، رب العالمين في قضية أن واحد يعبث معه، نعم، ويتحايل عليه جدا عنيف يعني. وشوفوا أنتوا آيات سورة التوبة، نعم، سورة التوبة سورة عنيفة، حتى بسم الله ما بيها، كل عنف ويعني قرع. بسم الله ما بيده رحمن براءته، براءته. ف
فشوف أنه رب العالمين يشوف اللي يلعب معه واللي يمكره واللي يخدعه، الله خادعهم يخدعون الله كذا يمكرون ويمكر الله. يقول رب العالمين معاي لا تلعب، معاي لا تلعب، أنا أعرف كل الأمور، فأنت عبدي أعرفك تتعب تتواجه مع قضايا كذا، نعم، ولكن كن معي صريح. نعم. الشيء اللي أنت ترتكبه على حال هذا الارتكاب لا يكون عن حسب تعبيرنا الآن مصطلح المحاكم عن سبق أسرار. نعم. هذا سبق أسرار رب العالمين يتحسس منه بشكل كبير. نعم. ولذلك شوفون الآيات تقول أنه إن ربك للذين يعملوا بل للذين عملوا السوء بجهالة بجهالة ثم تابوا من بعدك من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني رب العالمين ترى حسب تعبيره مو فاتح الأبواب يلا، مو هالشكل، مو روح تكمن مآثم ومعاصي. يا أخي أنا اسمحوا لي شوي أتكلم كلام على حلقة ما مسموع سابقا. تفضل سيدي. المتدينون الذين مسكوا أنفسهم طيلة حياتهم لا سرقوا لا انحرفوا لا لعبوا لا عبثوا لا كذا، هؤلاء بلا أشكال لهم درجات علا ولهم الجنة، واضح؟ نعم. ما ممكن يعني الله سبحانه وتعالى يساوي بين واحد 35 سنة ما مصلي ولا صايم، وأربعين سنة هم لاعب من هنا وهناك بنات وولد وكذا مدري إيش، بعدين مولانا الآن صار بناء أن يرجع إلى الله، أن يا ربي خوف تدري أنا تائب أنا عابد أنا كذا وآسف، يبكيهم فت ساعة ساعتين ليلة وليلتين، يريد رب العالمين يقول تفضل، مو شكل. الله غفور، جاء كرر الله غفور رحيم ووعدنا بالتوبة بلا إشكال. نعم. ولكن أكو ضوابط، هاي الضوابط لازم الإنسان يفهمها. واحدة من عدة هذه أنه أنت لما تريد التوب، التوب عن من؟ التوب عن ذنب على حال صدر منك بجهالة بسوء اختيار على حال بحسب تعبير الإمام السجاد صلوات الله ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، إنما سولت لي نفسي وغلبني هواي. نعم. شوفوا أنا ما عندي فد محاربة وياك ربي، بس أنا تعبت يعني أنا وضعي تعبان فأرجو أن تتوب علي. أما حالة الإصرار ويلا خلي والله الحج ما أروحه، حتى من قال أنك ستبقى إلى السنة القادمة حتى تذهب إلى الحج؟ يعني أجلك بيدك، يعني من الذي من اللي الآن يتحدث وأنا أجلي بيدي؟ ماكو أحد. أنبياء الله، أنبياء الله جاءهم الأجل وهم في الشمس. نعم. جاءهم الأجل وهم واقفون كسليمان النبي واقف على عصاته. نعم. يا إخواني يا أعزائي، لا يصير أنه حالة من التسويف وبعدين وإن شاء الله وانطونا مجال خلي نتونس شبابنا، سيدنا احنا شباب، أمهات وحدة أمامي قلت لها يا بنتي سيدنا شاب بدأ خليها شوية هسه بعد وقت عن العبادة بعد وقت عن الكذا. نعم. بعد وقت عن العبادة شنو يا بنتي يا أختي؟ شنو بعد وقت عن العبادة؟ بعد يخد تتونس بحياتها البعض. هذا مشكلة، المشكلة أنه نحن نعطي جانب من المساحة للأولاد حتى يعبثوا وبعد نعم. ذلك يتعودوا، ومشكلة من واحد راح إلى الغلط يتعود يشوف لذة الغلط لذة الكذا يروح يتمادى. فلذلك سد الباب من البداية أريح بكثير ما إنسان يلج الباب بعد ذلك يريد يخرج. الأمر الثاني اللي مهم جدا أنه أنت تعصي وتريد التوب، جيد ممتاز جزاك الله خير، ولكن ما أفسدته شو تسوي له؟ ما أفسدته شنو؟ سيدنا أختك ماخذ ورث حقها من الإرث وما مطيه إياه، ابنك ما أدري شو مسوي له وكذا، فلان ماكله فلان شاربه فلان ما أدري، صلاتك ما مصليها صومك ما مأدي، هاي شنو هذه؟ رب العالمين يقول أنا أغفر لك،
هسه انت لا سمح الله سويت فلان عمل ارتبيت انا اغفر لك، بس ما افسدته لابد من اصلاحه. اذا اصلحت ما افسدته الله سبحانه وتعالى يشوف انه انت قابل للتوبه لو لا. الايه اقراها مره اخرى. نعم. الايه من سوره اخواني من سوره الانعام. نعم. عفوا سوره النحل 119. وليست التوبه سيدنا. لا لا الايه 119 النحل. ثم ان ربك، هذه قلت لك ست سبع ايات في انه ليست التوبه على الذين عملوا السوء، بل ليست التوبه الا للذين على، بل على الله للذين عملوا السوء بجهاله. نعم. التوبه على الله للذين عملوا السوء بجهاله. مجموعه ايات عندنا تقريبا 5 إلى 6 آيات، بس هاي الايه شوفوا شو تقول، تبين قضيه اخرى. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله، هذا واحد، ثم تابوا من بعد ذلك، هاي اثنين، واصلحوا. هناك اصلاح بعد التوبه. مالي جناب الاخ رايح بالمحكمه وشاهد شهاده زور على مسكين مظلوم وترتبت الاحكام على ذاك وسجنوه وغرموه وصدروا كذا، وهذا جناب الاخ يقول الهي انا اتوب اليك توبه نصوحه ومنها شنو انا، وتتصل عليه عفوا ترى انا ابريل الذمه اصلح بابا. احد الاخوه اتصل علي، انا ما ادري هنا ذكرته ولا لا، اتصل علي سيدنا ابريل الذمه، قلت له بخدمتك، منو جناب؟ قال انا فلان. قلت له انت كاتب 6 مقالات علي لا يلبس عليها ثوب، ما حاط بعائلتي وعرضي وكذا واكاذيب، زين هالمقالات لا زاد في الكذا، شلون انا ابري لك الذمه؟ قال انا عفوا عفوا سامسحها، كاتب مقالات مكسر واحد مشهر بواحد مكذب على واحد، بعدين ابري لي الذمه. اصبح اكتب 6 مقالات اخرى اقول يابا ترى انا خطأان، اكتب 3 مقالات اخرى اقول يابا انا على حال كان مدفوع الثمن إلي، ما أعرف عليه حالا. وأصلحوا. نعم. إن ربك من بعدها، شوفوا يعني قضية أنه شروطها لازم تتحقق، ثم إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وإلى آخره من الآيات في هذا المجال. أيها الأحبة أيها الأصدقاء، الإصرار على الذنب، الإصرار على الذنب والتسويف في التوبة وإعطاء مساحة لنفسك وتلقين نفسك على أنه هناك مجال هناك مجال هناك مجال، هذا كله من وساوس الشيطان ومن أبواب الشيطان التي يفتحها الإنسان. حاولوا أن تستعجلوا، العجلة ما مقبولة وما مرادة وما مطلوبة إلا في هذا. نعم. إلا في هذا شنو؟ على أي حال التوبة والإصلاح. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا أركض مع العجلة من الشيطان، بس هنا المسارعة مطلوبة. هي أعتقد الآية الأولى سيدة في الحلقة الأولى اللي أحسن اختارناها، هو هذا بعد الأمل اللي يتحدث عنه أهل البيت دائما بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إياك وطول الأمل إياك، هو هذا سيدنا اللي يعني به التسويف. أحسنتم، التسويف طول الأمل، حديث على أنه أكو فرصة بعدنا ما شاء الله شباب، وكم من شاب على حال شيء يعناه إلى المقبرة. عموما لا تطوا مجال الشيطان، والشيطان يزين للإنسان الأمور، وخصوصا أولياء، إن شاء الله أنتم مو من أولياء، وهذه فرصة طيبة رمضان إنصافا، الله أتاح لنا عدة عوامل جيدة. نعم. أبواب النيران مغلقة، الشياطين مغلولة، أبواب الجنان مفتحة، العمل مضاعف جدا جدا جدا، نومكم عبادة، أنفاسكم تسبيح، هاي كلها معطيات جميلة جدا ومساحة على إنسان يتزود، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. سيدنا إن شاء الله في إحدى الحلقات المقبلة إذا كان مناسب لجنابكم نتحدث عن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيفة، لأنه الإنسان بإصراره وقوته إن شاء الله يستطيع أن يتغلب على هذه الخطوات. أحسنت. يعني. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد على هذا التدبر المهم. إذن الآن مشاهدنا الكريم بإمكانك أن تعاود أو بإمكانك أن تتصل وتطرح سؤالك من خلال أرقام الظاهرة
أسفل الشاشة، ونحن إن شاء الله بصدد تسجيلها، وسماحة السيد سيجيب عليها. وعندنا سؤالين من الحلقة السابقة إن شاء الله راح نجيب عليها في بداية حلقة اليوم. أول الاتصالات من الأخت الكريمة زينب. أختي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا أبوي متوفي وعنده قاع زراعي. نعم رحمه الله. رحمه الله. وبتزعلها إخوان يعني على الأخوات وعلى الأخوان. نعم. فأنا الحصة ما بتبعتها. نعم. ومن بعتها يعني بعد سنتين يلا طالب الفلوس. أعطوني 3/4 من عتي وبقى يومهم ربع. نعم. واستلمت المبلغ والنار داينت الشخص نحتاج. نعم. أنا على مود الخمس يعني هم يتخمسن هم مدينات وإلا استلمني يلا خمسين. واضح. وأنا لا أخذتهم يعني أعظمهم ما راح تصرفهم. واضح واضح. إذا تسمح الأخت أنه زي. الأرض عقد زراعي لو طافوا زراعي. لا طافوا زراعي. طافوا جيد. واضح. وعندي سؤال بعد واحد. تفضلي أختي. أنا خياطة. نعم. ومن يجي يعني ساي خيط اليمي قال لي ردني على قياسك. نعم. فأنا بس فوق ملابسي أشوف يعني الطول والعرض. نعم. يعني حلال حرام السين. إن شاء الله. ويزود من عندهم مثل القصاصات مثل القصاصات. أنا أدبن ما أحتاجهن. يعني هم رجحن القطعة القماش اللي خيطها. تمام. تلبسيها على قد المقاس يعني بس حتى تقيسين. أي بس أقيسها أشوف طول عرضها وأنزعها يعني فوق الملابس ألبسها. إن شاء الله. شكرا جزيلا أختي الكريمة، وتسمعين الجواب إن شاء الله من سماحة السيد على السؤالين. تحياتنا الأخت زينب، وشكرا جزيلا على طرح هذا السؤال جميل. إنه الإنسان دائما يحاول أن يبحث عن ما هو حلال وحرام في حياته حتى يتجنب الحرام ويسير خلف الحلال. شكرا الأخت زينب. عندنا اتصال من الأخ الكريم أبو فاطمة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. بس السؤال للسيد ربنا زحمة. تفضل. سيدنا انا اتشيت انا وحدتي بالناصريه. نعم. اي وظليت من 2014 انا احنا نقلنا من تكريت للناصريه، ظليت ببغداد، ظليت ببغداد من 2014 لحد 2016، ظليت 4 أشهر ومن رجعت ببغداد. وظليت ببغداد لحد هسه يعني 2023، رحت 7 أيام ورجعت. نعم. عندي واجب هسه في البلد، يعني قبل فتره هم رحت ربع 3 أيام ورجعت، ونوبي رحت يوم وثاني يوم، رجعت قبل اذان الظهر. نعم. هنا شلون حكمه؟ هسه هم عندي واجب في البلد بعد كم يوم. يعني انا مو كل شيء الصوره صارت واضحه. انا ما فهمت يعني دخلتنا في تفاصيل ما لها داعي، انت كم سفره عندك بالشهر؟ حياك الله. انا يعني انا من اروح للناصري اظل 10 أيام المفروض. بس انا هالمره يعني اول روحه لي ظليت 7 أيام. فدوامك من دوامك بالناصريه؟ اي انا وحدت الناصريه. وحدتك الناصريه؟ اي دوامك ايش قد؟ هسه رحت لها جديد. اسمح لي حبيبي، 10 ب 10 15 ب 10 ايش قد؟ 10 ب 10 10 ب 10 خلص. ايش قد صار لك على هذا الوضع؟ هسه انا نقلت يعني هو كان انا كنت لا ايش قد صار لك تسافر 10 ايام وترجع 10 ايام؟ ايش قد صار لك على هذا الوضع؟ هسه صار لي ما صار لي وضع. ايش قد صار لك؟ يعني هسه اول روحه رحت اول روحه ورجعت. واضح. وايش قد تتوقع راح تستمر العمليه هاي؟ ما اعرف والله يعني ما اعرف. ان شاء الله صارت الامور واضحه سيدنا. خير ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا اخي ابو فاطمه، تحياتنا لك. متواصلين باستقبال مشاركاتكم. عندنا اتصال من الاخت الكريمه ام امير. اختي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي استفسار للسيد. تفضلي. أول بارحة سمعتني وقعني وفطرت أخذت علاج. نعم. وبقيت منسكة. والبارحة قلعت وفطرت سمعنا علي كفارة ديت. واضح. فطرت وأخذت علاج لأنه تخربطت وتقول علي كفارة أو دية. واضح. عندي سؤال آخر أختي الكريمة. سؤال ثاني، يعني كنت أقرأ القرآن وشاركت فترة ورجعت برمان قريته. ومكان ما توقفت قريته. بس عيدي يعني عيدي عيدي شوي خل اسمع من البدايه. قبل فتره كنت اقرا القران. نعم. وصرفت فتره. نعم. ومن بعد ما رجعت اقرا من مكان ما توقفت رجعت اقرا. واضح واضح. انا يعني احتسب ختمه لي. ان شاء الله تسمعين الجواب. شكرا شكرا. تحياتنا لحضرتك اختي الكريمه، وشكرا جزيلا على السؤال وتفصيله، تحياتنا. بعد اتصال الأخت أم أمير نذهب إلى اتصال
لا رسالة صوتية، نسمع رسالة صوتية. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ شلون صحتك؟ أني وسواسي دائما بالقراءة، يعني أحس ودائما ما أعرف كبرتك ولا يعني ما تجي على الذهن لا هي ولا القراءة، شنو يعني حكم في هيك حالة؟ كأنه بالله عيدوا لنا إياها مرة ثانية رسالة صوتية حتى تكون أوضح. كون ما حذفتوها. السلام عليكم سيدنا، شلونك؟ شلون صحتك؟ أني وسواسي دائما بالقراءة، يعني أحس ودائما ما أعرف كبرتك ولا يعني ما تجي على الذهن لا هي ولا القراءة، شنو يعني حكم في هيك حالة؟ ربما يقصد القراءة أثناء الصلاة سيدنا، لو القراءة بشكل عام يعني. قراءة القرآن قال. قراءة القرآن. تحياتنا إلى، وإن شاء الله السيد تسمع الإجابة من عند أخي الكريم. عندنا اتصال من كرار، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي كرار، يا أهلا وسهلا. أخي عندي سؤال بسيط. تفضل. هذا الأخوان تسبي من دولة منين؟ نعم. شالوا يعني الفار الجيران يا وايد. صوتك مو كلش واضح كرار، قبل شنو؟ قبل اخواننا السنه من تنزحوا. اخواننا السنه ايش بيهم؟ من تنزحوا يعني. نعم لما نزحوا نعم. نعم. ايوه صاروا يعني جيرانهم وشالوا. نعم. وجهالنا راحوا قبوليتيته ولاقين بطانيه. نعم. ايوه جابوها ظلت عندنا، شنو الحكم مالت الفتوى؟ ان شاء الله تسمع الاجابه اخي الكريم. تحياتنا. ايش قد هذا الموضوع صار له؟ والله صار له تقريبا ايام طويله. واضح قديمه السالفه. شكرا لك اخي كرار، تحياتنا، تسمع الاجابه ان شاء الله. شكرا جزيلا. ابو محمد اخي الكريم تفضل. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابتداء انا احب اهنيكم بمناسبه ميلاد الامام الحسن سلام الله عليه، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يرزقنا شفاعته وشفاعته وأبيه وأمه وأخيه. بارك الله فيك. من درية الحسين. ولك مثل ذلك من التهنئة والتبريك أخي أبو محمد، ربي يحفظك. جزاكم الله خير. الله يسلمك. حقيقة عندي سؤال. الله يحفظكم. تفضل. أنا من المرخوصين بالإفطار في شهر رمضان. المرخوصين بالإفطار؟ أي أي عندي رخصة بالإفطار بسبب مرض السكر الله يشفيكم شره. نعم. فبالنسبة للفدية أنا كنت يعني خلص الأسبوع أجي حنت الفيديو. نعم. زين؟ فـ بارحة واحد موظف معي قال لي لا ما يصير إلا تكمل الشهر. وأنا فالك مستعد سنة، فأمس كملت 14 يوم، رحت الطيف الكلهم، مال 14 يوم اللي قبل، مو المقدمة، اللي قبل. زين عيني؟ نعم. بس سؤال قبل لا تنتقل للسؤال الثاني، يعني أنت صار لك 14 سنة على هاي الطريقة أنه داخل رمضان تنطي الفدية؟ إي 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 إي. نعم. سؤال الثاني. ما قلت بعدني بالدنيا حتى عيد الفدية إذا طلعت مو صحيحة. واضح. سؤالك الثاني. السؤال الثاني جزاكم الله خير. النجف والكوفة تطول. حد الترخص منين؟ يعني صارت يعني تو من النجف وتعرفون كل الزين، سماحة السيد عندي يدرك كل الزين. يعني ما في المستشفى هو جامعة الكوفة من هنا. أنت تسأل عن حد الترخص للنجف والكوفة، إن شاء الله تسمع الإجابة على هاي. إذا أطلع من جهة الكوفة. نعم من جهة الكوفة. إذا أطلع من جهة الكوفة مثلا تجهد بجهة الكوفة. واضح جدا، واضح جدا. جزاكم الله خير، الله يرحمه. تحياتي لك وشكرا جزيلا لحضرتك على اتصالك أخي الكريم أبو محمد، وربي من عليك بالعافية إن شاء الله. أم علي أختي الكريمة تفضلي. وأخوتي يعني بيننا وبين المسافة الشرعية. نعم. يعني بنت من زوجي المسافه يعني بعيده عني يعني لا بتجينا لا بنطلقوا. نعم بعيده. نعم. اي بس هي من يعني هي ما يدور يشوفوني حتى يعني يقولون ما يقرب ذيك المنطقه. شلون بس عيدي لي هاي الجمله الاخيره ما فهمتها. يعني ما يبقون يعني من منطقتهم ذيك البعيده. ايش بيهم يتنقلون يعني؟ يعني يدور يشوفون اللي يقول ما ساكن بذيك المنطقه يعني نجي هنا بالعماره نعيش وها يعني شو يعني يقولون؟ فسؤالك. ايه يعني تجي عندنا تفطر وتبقى صايمه. تمام ان شاء الله تسمعين الاجابه. سؤال ثاني احنا نوالي. تفضلي تفضلي. يعني انا عندنا كناين وجهات ورفع الاحفاد وولد انا ابقى صبن انا لكم يعني صبن يعني ما نسمي لما نصبن وفطرون يلا يا ابوما. فطرين ان شاء الله تسمعين الاجابه على هذا السؤال ايضا. تحياتنا وشكرا جزيلا للاخت الكريمه ام علي. ناخذ اتصال من الاخ حسين، تفضل يا حسين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم إن شاء الله وصحاب. علينا وعليك إن شاء الله، حياك الله أخي الكريم. الله يحفظك. يعني أنا سنة 2004 من رمضان. شلون عيد لي العفو؟ أنا سنة 2004 من رمضان. صوتك مو واضح أخي حسين. ألو. 4 رمضان شنو؟ رأس السنة 500. رأس السنة 500 4 رمضان. نعم. إيه. إيه. جلالي ثاني حسبت حساباتي فعندي 500 جاري. 500 نعم. أي فمطلوب أنا 328 مطلوب. نعم. واضح. هذا السؤال؟ واضح جدا. سؤال آخر؟ لا ما عندي سؤال. تحياتنا لك يا حسين، شكرا جزيلا على اتصالك، والله يمن عليك ويوسع عليك ويرزقك بالحلال دائما إن شاء الله. اتصال من من؟ أبو بنين أخي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. علينا وعليك إن شاء الله، الله يحفظك. وعلى سيد رشيد الحسيني ربي يحفظه إن شاء الله. سلامكم إن شاء الله تعالى، بارك الله بكم. الله يطول عمرك ويعطيك الصحة والعافية، نسأل الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. اللهم آمين. آمين. شنو سؤالك أبو بنين؟ سؤالي أنا سائق ستوتة. سائق ستوتة نعم. وضربت السيارة يعني بسيط أخذ شو ما قلت صاحبه هذا هم مش كان في علي وما قلت صاحبها نعم. تمام تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا ربي يحفظكم إن شاء الله. تحياتي لك، شكرا جزيلا على اتصالك أخي الكريم أبو بنين. نأخذ اتصال أخير قبل لا ننتقل للإجابة على الأسئلة. اتصال من من؟ رسالة، خلينا نسمع الرسالة. السلام عليكم شيخنا. أنا مزوجة وعندي طفل، أول ما جبته طلع تشوه عنده رجلة لولبية معوجة، علاج وعمليات، تحتاج عمليات هواي تجبيس. أهل زوجي منعوه من يطلع لأي مكان فترة العمليات، ما أشوف أي ناس، يكون من يجي ناس قبل احنا نصعد فوق بغرفتنا نحبسه، يعني حبسنا تقريبا شو من سجن لا يشوف ناس ولا يشوفون ناس. من كبر صار شوي بي تعقل كان ما شايف شيء، وقلت له معمتي قلنا هذا المرض عيب عيب، قلت له عمي ما في شيء، هاي خلقة ربي المرض ما يتعيب، تريد تحبسه لحد الان ما تقبل الطلع، أو أي لبس مثلا منظرون قصير ما تقبل، عيب عيب، خاف تبين رجل، عيب من الناس، عيب هذا 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 عيب المرض، تنعم ما بي شي مرض، بس قررت إنه هذا بي إشكال وما هي عقوبة، إنه قاعد محبسة ومضروبة، لأنه هو متعقد من الصغر. والله مؤلم يا سيد نحضر اتصال، كلش مؤلم صراحة. باني. الأخوان استلموا اتصال أخير من الأخ سعدي، نسمع الاتصال تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي. رمضان كريم. علينا وعليك إن شاء الله أخي سعدي، حياك الله. أستاذ العزيز أنا تجيني وسوسة شيطانية. نعم. مثلا هسه تجي يقول بأنه الله سبحانه وتعالى يعلم ما في داخل الإنسان وما يظهر، مصح؟ نعم. فيعلم ما في السر والعلانية. نعم. فيعلم بخاتمة الإنسان كأن نعم. يكون من أهل الجنة أو من أهل النار. زين ليش خلقه؟ طيب يعني تقصد مجموعة من المغالطات تجيك على شكل وساوس. ليش خلق الله سبحانه وتعالى؟ فاهمك. ليش نعم. خلق الله سبحانه وتعالى؟ سعد. البشر اللي هو يدري بيه مثلا هذا للنار. والله فهمتك فهمتك، تقول تجيني وساوس على شكل مغالطات عقلية صح؟ اي 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 نعم. فسؤالك انه شلون تتعامل وياها ويا هاي الوساوس؟ اي والله. جيد. خو هذه اكو اسئلة حلوة، واحد يقدر يبحث عن اجاباتها، يتواصل لمعرفة اجاباتها. ممكن هذا التطبيق كله موجودة هذه. السيد يقول هاي اصلا موجودة بالتطبيق، تطبيق المجيب اللي موجود اسفل يمين الشاشة. افتح موبايلك على الكاميرا وخليها على هذا الكيو ار كود. أرد أسمع الجواب من عندهم إن شاء الله. بس هذه يعني حل أمور يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى شرح كذا. لا بخصوص الوسواس سيدنا نجاوب لا بأس يعني. شكرا للأخ الكريم سعدي، تحياتنا لك
ولا بأس للأخوة اللي تردهم في ذهنهم هذه الأفكار العقائدية، هذه الأسئلة، بالدخول إلى تطبيق المجيب راح يكون مجموعة كبيرة من الأسئلة المشابهة لهذه الأسئلة، ويطلعون بالضبط على الإجابات الدقيقة. شكرا لكل من شاركنا وتواصل ويانا وأسعدنا باتصال. الآن نعود إلى سماحة السيد رشيد الحسيني للإجابة على هذه الأسئلة. نكرر ترحابنا بحضرتك سيد الكريم. سلامكم الله. الله يحفظكم. بداية نبدأ مع سؤالين كان من حلقة اليوم أمس. سؤال من الأخ ثائر يقول أنا مسوي عملية صمام قلب، صمت هذا الشهر، طبعا كل السنوات السابقة ما كان يقدر يصوم إلى أن سوى العملية، فيقول قدرت أصوم بس بنهاية كل يوم كأنه صار عنده رجفة بأطراف أصابعه قوية ويتخربط. على أي حال كل واحد في واقع الحال يعاني من مرض أو قضية أو مضاعفات معينة، فهو أكثر شخص يمكن أن يشخص أن حاله قادرة أو قابلة أن يستمر في الصوم أو لا. أنا شخصيا إذا أشوف نفسي قادر ما عندي مشكلة فأستمر، أما إذا شفت لا أكو مضاعفات، والمضاعفات في واقع الحال تأثر على صحتي، على حسب تعبير فقهاء على في تساهم في تأخير علاجي، هذا الإنسان مرخص من الصوم. نعم. يقدر أن يفطر ما دام يحس على أنه الصوم بدأ يؤثر بشخص بصحته. عموما أنت اللي شخص الأمور هذه، والتسنين تقول أنا ما صايم والآن الحمد لله صمت، ولكن هل الصوم يؤثر هذه الرجفة والقضايا، هل هي من الصوم أو لا؟ هذه بعد الأمور ترجع لمستشارة الطبيب وتشخيصك أنت أيضا. أحسنتم سيدنا الكريم. الأخت أم صلاح أيضا من يوم أمس سألت أنه هي مريضة بظهرها وما تقدر كل صلاتها تأديها وقوفا، فبنص الصلاة تتعب فتكملها جلوسا. نعم، الإنسان قلنا أنه صلاته يصليها بالطريقة الممكنة، إذا كان متمكنا من الصلاة من قيام لا بد أن يصليها من قيام. نعم. إذا غير متمكن أصلا 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 يعني فيصليها من جلوس. إذا كان لا متمكن جزء من الصلاة يصلي من القيام وجزء الآخر من الجلوس. نعم. فأيضا يصلي هكذا، يصلي ركعات اللي يمكن أن يصليها من القيام ويكملها من جلوس. أحسنتم. هي نفس الأخت سيدة سألتنا وتكرر هذا السؤال عن الإفطار قبل صلاة المغرب. سيدنا ما في مشكلة يعني الإنسان أن يفطر بعدين يصلي، ما في مشكلة يعني، وإن كان عليه حال أفضل الإنسان يصلي بعدين يفطر. تمام، هاي بالنسبة لسؤالي يوم أمس. الآن نعود إلى أسئلة اليوم. سيدنا سؤال من الأخت الكريمة زينب، والدها متوفي وعندها أرض زراعية طابو زراعي، فحصتها استلمت 3/4 ثمنها داينتها لشخص وصار عندها رأس السنة الخمسية، هل تدفع من هذا الخمس؟ كيف الحال؟ شوفي أنا ليش سألت طابو أو لا، قلت بلي طابو، فإذا كان طابو فأنتوا ورثتم هذه الأرض من الوالد، من ورثتوها بعتوها، فقيمة هذا قيمة الأرض هي مال إرث، مال إرث ليس فيه خمس، الإرث لا خمس فيه ومال الإرث ليس فيه خمس. نعم إذا شغلتيها الأموال شغلتيها وصار فيه أرباح، أرباحها عليها خمس. أحسنتم سيدنا. نفس الأخت سألت هي خياطة، فأحيانا حتى تقيس الملابس تلبسهن مقدار القياس، فهل في هذا إشكال؟ صاحبة القماش قالت أنه المقاييس مقاييسك أنت، فما تقصد الأخت أنه أنت بالمقاييس اللي يعني بالسنتيمترات، لا، وإنما إذا سويت بروفا هاي يعني تلبسيها هي تجي وتلبسيها أنت وشوفين أنه وين عريض وين قصيف. هي أيضا تقصد هذا أنه أنت على الجسم تسوي، فلما تلبسي ما في مشكلة، يعني مو تصرف فيما لا يسمح له صاحبه، لا صاحبه يسمح وقالت لك أنه أتي على حال خيطي الثوب مقاسك ومقاسي أنا لازم ألبسه، فما في مشكلة. وتسأل عن الزائد من القماش سيدنا، تقول إحنا أصلا نذبه بس شلون بهاي الحالة؟ يعني الزوائد على قسمين، أكو زوائد فتات وهذه ما على حال ما لها أي فائدة، وأكو لها زوائد ربع متر نص متر، لا هذا لابد أن ترجعوها. أحسنتم سيدنا. بعض الأخوة الخياطين سيدنا يكتبها قطعة
داخل محلة الزائد من القماش من ضمن الأجرة، هل هذا يجزي؟ جميل، إذا هيك شيء يكتب؟ نعم. لا بأس. أحسنتم. الأخ أبو فاطمة اللي فهمناه من سؤاله بعد ما طلبنا يعني وضحنا 10 أيام بالسفر و10 أيام بالمكان مالته، واستوى صار على هذا الوضع بس وسألته أنا تتوقع مستمر؟ قال ما أعرف العلم. هو الأخ هذا منتسب. نعم. يقول أنا فترة كنت أروح إلى منطقة 10 أيام 10 أيام، الآن ودوني إلى بغداد 10 أيام 10 أيام، بعدين ودوني للديالة. يقول أنا الآن بديت مشوار يعني مهمة جديدة ولكن 10 أيام 10 أيام. فأنت عموما يعني شغلك هذا 10 أيام في البيت 10 أيام برا، وهذا يعني أنت كثير سفر، يعني أنت وين كنت تصلي تمام يعني والصوم، بس بعنوان كثرة سفر سمح السيد أعتبر كثير سفر، يعني يصلي تماما في أي مكان ويصوم في حتى لا يجي للنجف. أحسنتم سيدنا. أم أمير تقول افطرت أخذت علاج لأنه داخل فترة الصيام تعبت، يعني صحتها تعبت سيد، علي كفارة أو دية؟ تقول لا دية ما في وش يعني، دا دية الدية ما لها ربط بهالبحث هذا، الدية ما لها ربط هنا أصلا، قضية كفارة علي كفارة أو لا. إذا أنت معذورة وشربت الدواء على حد معذورة، بينك ما بين الله معذورة، فليس عليك شيء وإنما عليك قضاء ذلك اليوم. سيدنا هذا لا فرق فيه ما بين قبل أذان الظهر وبعد أذان الظهر؟ مالي نعم، حتى لو قبل المغرب. نفس هالأخت سألت قالت كنت أقرأ القرآن ختمة وتوقفت فترة طويلة والآن رجعت حتى أكملها، هذا بإشكال سيد؟ ما في مشكلة يعني إنسان أنه القرآن يقرأه ويقطعه وبعدين يرجع من حيث ما انتهى يقرأ أو من بداية يقرأ. قراءة القرآن في سعة من أمرنا، يعني شلون تريد تقرأ أقرأ ما في مشكلة، المهم أن لا تهجر القرآن. أحسنتم سيد. رسالة صوتية عن شخص وسواسي بالقراءة، وحضرتك قلت أنا سمعت قال عن قراءة القرآن. في واقع الحال أخي الكريم الوسوسة في القراءة قد تجر الإنسان أن يوسوس في أمور أخرى، فحاول أن تقطع دابر هذه الوسوسة. من تقرأ خلص ما قرأته هو صحيح، ته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله، تبدأ أنت في نص ساعة تكمل هذه الشغلة، وهذا إذا أعطيت مجال ترى ما تقدر علي حال يعني توصل إلى قضايا أخرى حتى السلام عليك على الناس لما قمت وسوس. فاللي قريته خلص مشيها ولا تحاول أن تعيد مهما أمكن، واعتبر اللي قريته صحيح وفي ذمتنا، يعني أنا اعتبرني أنا علي حال كفيلك في هذا المجال. الله يوفقك إن شاء الله سيد. الأخ كرار يحكي عن ناس جيرانهم سافروا فابنه راح طبل هذا البيت اللي بطانية جابها خلاها عندهم. في أيام علي حال العنف والقضايا والطائفية صارت تعديات والاعتداءات من كل الأطراف إنصافا، فخرجوا جماعة جيران شردوا علي حال وبغض ودخلوا أطفالنا جابوا شيء. أولا إحنا ليش نعلم أطفالنا أن يروحون يجيبون شيء؟ واقعا هذا ما جاء أفهمانا، ابني يجيب شيء للبيت ها من وين؟ هذا لابد الإنسان الأم الأب من وين ما شلته رجع يلا خلص، لا تسمحون لأطفالكم أن لما يجي شيء ما شاء الله عافية عافية هاي عافية عافية، والله العظيم فيها نهايات جدا غلط جدا مأساوية، وأنا مبين قضايا وقصص في هذا المجال. لا تشجعوا أولادكم على أن يجلبوا شيئا إلى البيت إلا أن تفهموا من أين جاءوا. نعم. أنا اسمحوا لي أتكلم قضية أخلاقية هنا، ابني جاب فلوس هذا شنو بابا من وين؟ لابد أن أفهم ويعفي عفي عفي بابا من وين يجيب يجيب. بعد أكو هذا تلقين وعلى حال وتعليم سيء للأولاد على أنه أنا مشجع عندما أأتي بشيء حتى لو بالسرقة حتى لو بالتحايل، وهذا اقطعوا دابرة، والتربية تبدأ من هنا. والله ابني جاب بطانية والآن شو نسوي سيدنا؟ وصلنا الآن 10 سنوات نستعمل بطانية، شنو قيمة بطانية هسه؟ جواب، أولا إذا تعرف هؤلاء جيرانك اللي راحوا إذا تعرف مكانهم تروح تتبارد ذمة من عندهم.
ورجع لهم حاجاتهم سيدنا. تتبارى الدم من عندهم. تقول وين حصلهم سيدنا وين كذا؟ هي هاي مشكلة هي هاي، وين حصلهم سيدنا هي هاي يا أخي. أنت تستهين بعدين تقول ها شو أسوي أنا سيدنا؟ تبحث عنه إلى أن تيأس بينك ما بين الله، تيأس والله سيدنا دورت عشيرتهم كذا. أبدا إذا يأست من عندهم تقيم البطانية قيمتها، تصدق إلى الفقراء عن نيابة عنهم. أو هي نفسها سيدنا بعينها يعني مولانا، هي الآن قلت لك يعني صارتها فترة بني اندثرت يعني. أحسنتم سيدنا. الأخ أبو محمد يقول أنا مرخوص بالإفطار بسبب مرض السكري، وبعد حسب الظاهر هو يعرف يعني تكليفه، فيقول الفدية أنطيها كنت خلال هاي 14 سنة أنطيها داخل الشهر نفسه، يعني خلصت 14 يوم فأروح أنطيها. يقول هسه فهمت أنه لا لازم بعد شهر رمضان، شنو أتصرف؟ شوفوا هي قايلين فدية بدل الصيام، بدل الصيام هاي البدلية يمتى تتحقق البدلية؟ تتحقق البدلية عندما أنا غير قادر عن أن أصوم، غير قادر عن أن أصوم. زين نعم. خلص رمضان أقدر أقضي ما تعطي بدل، لأن أكو قضاء. أقدر أقضي إلى قبل رمضان القادم. أقدر أقضي، ما تقدر تنطي بدل. البدل اسمه بدل، يعني هذا بدل ذاك. نعم. فإذا أكو إمكان القضاء، إذا أكو إمكان القضاء فالبدل يأتي آخر لحظات. زين إذا الإنسان سيدنا هو أصلا صحته يدري بها، إذا كان مزمن. نعم. مثل والدتي الله يعطيها العافية وكل مش يعني تعبانة ومات، هذه على حال إحنا ننطي بدل بعد على حال بعد رمضان. أما في أثناء إن شاء الله تعالى ما في إشكال، إن شاء الله ما في إشكال. أحسنتم سيدنا الكريم. نفس الأخ أبو محمد سأل عن حد الترخص محافظة النجف من الجهة الشرق، جهة الكوفة سيد. آخر النجف هو حي الأمير على شارع الكوفة، يعني حي الصناعي في الواقع هذه آخر النجف، حد النجف حي الصناعي. يعني أنت من تتجاوز حي الصناعي أنت دخلت الكوفة، يعني مستشفى هذا ابن بلال وكذا هذا بعد رحت إلى صوب الكوفة مو شكل ولا. نعم. سمحت السيد الله يحفظه يوم من الأيام قبل طبعا أكثر من 15 سنة قال لي سيدنا آخر بني آخر حي بني الأمير الأمير أو هذا حي الصناعي بداية شنو؟ بداية انتهاء النجف، بداية انتهاء النجف. فمسجد الكوفة بعد انتهى الترخص تقدر تأكل إذا طالع بغداد، إذا طالع البغداد أو طالع الحلة بالكوفة، يعني جامع الكوفة مسجد الكوفة تقدر تأكل وصل لقصر. ليش؟ لأنه أنت حد الترخص. يعني سيدنا اللي ساكن في محافظة النجف خلينا نقول في حي ناوي يطلع بغداد مو يروح كوفة ويرجع. نعم يعني استكمالا بلي. أما إذا لا ناوي يروح ويرجع حد 40 كيلو صار سيدنا بلي. طيب عندنا سؤال آخر من الأخت الكريمة أم علي، نقول بنتي بعيدة ها سيدنا، بس بالنسبة للي يكمل الطريق حتى يخاف الجزء الثاني من السؤال اللي ما إيش إنه اللي يروح بس حتى يعني مثلا حد ترخص ويرجع. أروح الفاتحة، أنا أروح فاتحة شيء لو أزور شنو مثلا؟ نعم. إذا أروح لهم عباسيات واحد يريد يروح يفطر حد ترخص ويرجع لازم 22 كيلو اللي هو وين سيد؟ يعني ما أدري بعد أنتوا حسبوا إلى من حي الأمير عباسيات وكذا من حي الأمير تبدأ. واضح. أم علي تقول بنتي بعيدة مسافة شرعية فهم يتنقلون مو دائما ثابتين، فلما تيجي عندنا تفطر لو شنو الوضع؟ مسافة شرعية يعني. سؤال ما كان واضح في صح. واقع الحال وسريعة الكلام الله يعطيها العافية. حجية إذا بنتج أنت سؤالك أنه ترجع بيتنا بالزوجة وراحت الآن ترجع بيتنا، أكرر الجواب دائما أنه البنت لما تتزوج وتروح عن مدينتها على يعني على نيتين، مرة تقول ماما أنا رحت بعد أنا رجلي وين رجل زوجي، وأنا بعد مصير زوجي بعد لا أرجع هنا ولا أعيش هنا عفت المكان، هذا بعد تصير مسافرة. إذا رجعت مسافرة أصلي قصر ومتصوم إذا ما تبقى 10 أيام. أما إذا البنية قالت لا أنا رح اتزوجت ورحت لبغداد رحت العمارة بس أنا إلي نية أرجع لمدينتي، إلي نية أرجع لمنطقتي، هذه تبقى منطقتها وطنها
وصلي تمام الصبح حتى اليوم واحد. حسنتم سيدنا. عندنا سؤال من نفس الأخت عن الإفطار قبل الصلاة، هذا جاوبنا عليه. الأخ حسين تقول رأس السنة الخمسية في الرابع من رمضان، عنده 500,000 زيادة ومطلوب مديون 328,000 دينار. سيد، على أي حال الدين يستثنى، مقدار الدين يستثنى والبقية يخمس. تمام. أبو بنين يقول أنا سايق ستوتة ضربت سيارة وما قلت لصاحبها، يقول ضربة بسيطة. عليك ضمان، هذا خلهم في التوجيه أخلاقي لابد منه. شوفوا إخواني أخواتي أعزاء، لا نستهين بحق الناس. أنا جيت أنا تأديت على البطانية هذه وهكذا الأمور الأخرى، أنا جاي أمشي وضربت سيارة واحد، يقول سيدة شخطتها، شخطتها خوح مال الناس، أنزل أنت مو تليفون الآن خابرتني، والله يحفظك إن شاء الله تعالى وأنت بين متدين، خلي ورقة رقم تليفوني صاحب الستوتة، خلي قل عفوا أنا ضربت أي شيء أنا بخدمتك، خلي نتعلم، خلي أرقامنا إذا سوينا غلط، مو جاي ضارب كذا، سمو أنت جنابك، واحد جاي ضارب مولانا مفلش نص السيارة ورايح، والله شو أسوي؟ شنو شو أسوي؟ هذا يوم القيامة، يوم القيامة حساب عسير، يوم القيامة بس واحد يدي خلص رقبته الله يقول تعالى هذا الرضي، هذا يقول عندي حق يمك تعالى رضي. وهناك مولانا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي كانت تؤويه، كلهم نشرت من عندهم، هناك شيء أنا شنو ورطني بيك يا أخي؟ تعال يا جماعة، عندك حق، عفوا عليك حق عند الناس، حاول أنه تدفع، حاول أنه تبرد ذمتك. يقول سيدنا سما أعرف إيش أسوي، سيروح يخابرني يقول سيد إيش أسوي، إيش أسوي ما أدري إيش أسوي. إذا تعرف المكان تروح له تتبارد ذمة وياه جيد، ما تقدر على أي حال، هذه مظالم العباد عندك، ومظالم العباد لا بد من براءة الذمة، وهو تقدير هذا الخراب تنطي صدقة عن صاحب. سيدنا لما تصير حادث سيارة بين مثلا بين سيارتين، فهل يكتفي الشخص المسبب بأن يدفع فلوس التصليح لو ما نقص من ثمن السيارة بالبيع يعني؟ والله هذه قضية يعني حسب العرف، يعني العرف شي يقول، الشارع المقدس يقول أنت في الواقع أنت أتلفت هذه العين. نعم. إتلاف العين لابد من رفع العيب، ويعني تضمن العيب اللي فيها. زين مولانا القيمة السوقية، قيمة السوقية تسقط، يعني سيارة يسموها مصدومة مصبوغة، هذه أيضا لابد أن ماذا يعني حسب العرف لابد أن يعطي. أحسنتم سيدنا. طيب سؤال من الأخت الكريمة، رسالة صوتية أتوقع، متزوجة وعدها طفل فيه تشوه رجلة. إحنا قسمتنا هالشكل. أمس البارحة كان عندي برنامج آخر سؤال، إجابة السؤال يعني ورق عن أذاني جدا جدا، وهذا سؤال أذاني. أمس ما أدري سمعته، الآن انتشر هذا المقطع. نعم. ولد عمره 17 سنة يطلع بالشارع، الناس على حال أوباش يسرقون موبايل، هو خاطب الولد، خاطب يطلعون صورة زوجته يباعوها يضحكون، فهو يروح يقول لأبوه والباب ذولا بايقين شنو موبايلي وشافوا خطيبتي، عمره 17 سنة ولد، أبوه يضرب ضرب مبرح، يقال سيدنا ضرب ضرب جدا مبرح. المتصل سيدنا الابن لو الأب واحد من أمامه كذا. نعم. يقول بعد 10 دقائق من أبو ضربه راح انتحر الولد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. شنو هذه؟ شنو يعني شنو هالطريقة؟ شنو الأسلوب؟ ابنك بريء جاي يقول لك بابا، وهذا يمكن أنا يعني من يضربه يقول له فضحتنا، عرضنا راح، اهتكتنا، هذا الولد بعد شاف كل الدنيا صار سوداء أمامه. وهذا الآن الله سبحانه وتعالى عليه حال بأسباب جينية منكم ووراثية منكم طلع الطفل عنده شوية عوق برجله، عنده مشكلة برجله، العماء البيبية لا تطلعوا لا تطلعوا لا تطلعوا، أدري هذا ليش وقت لا تطلعوا يا حجية، ليش وقت لا تطلعوا، هذا باكر يروح مدرسة يروح كذا، هالحالة من الإجرام
وحالة من البحث عن حسب تعبيرنا الاتيكيت الفارغ والشكليات التعبانة والبحث عن ما أدري ما شو يسموه أنتم ديكورات ما لها معنى على حساب مصير ابنكم. هذا خلي حساب بالتوحد الولد، يعني إضافة لعوق البدني صار عنده عوق نفسي، عوق نفسي. ولا مصرة العمة البيبي مصرة، هالإصرار شنو؟ أنت استشرتي ناس، سألتي دين، سألتي علم، سألتي دكاترة، سألتي آخر سألي، مو أنه أنت مصرة على شغلة غلط في غلط وتعتبر نفسك أنت علامة الزمان وكنتش لازم تسمع كلام، وإذا ما تسمع كلام الشناية مو خوش شناية، طردوها طلقوها، مو هالشكل صايرة لولا. وإلى متى نحن نعاني من هالشكل؟ جهل جهل. لذاك الأب اللي أدى إلى انتحار ولده وإلى إصرار هذه الجدة لأن يكون الولد معوقا نفسيا وجسديا. لما أقول في اليوم لقيت محاضرة قلت يا جماعة نحن نحتاج إلى أن نبر أبناءنا قبل أن يبرونا. إحنا ما نعرف شلون نبر أولادنا، يعني الآباء يحتاجوا إلى الأمهات، الآباء بس راح يزعلون، بس شو أسوي أنا أحكي بشكل عام، نحتاج آباء إعادة تأهيل، شلون أربي، شلون أوجه، شلون أعلم. أما حالة من العصبية وحالة من الأنانية والاعتداد بالنفس، اعتداد بالرأي، إلى متى يعني؟ وهذه الحالات اللي جاي نشوفها. الله يعينها ويصبرها الأم. الظاهر سيدناها ما بيدها شيء تسوي، يعني هي مغلوب على أمرها يعني. الأخ سعدي كان آخر اتصال يسأل عن الوسوسة الشيطانية اللي تنطي عنده مغالطات فكرية سيدنا في باله. شوفوا بلا إشكال، أنا لما قلنا له يا بأكو تطبيق وبيها الأسئلة، بس اكتب بس اكتب لماذا رب العالمين خلقنا وهو يعلم أننا في النار أو يعلم أننا في الجنة، اكتب شوف عدة أجوبة من علماء كبار احنا منزليها. أقول له يقول لا خلي السيد يجاوبني، أنا أجاوبك بس ليش احنا ما نتعب شوية شوية، اتعبوا شوية، أنطوا من وقتكم للتفقه في أمر الدين، في إزالة الوساوس والشبهات. لازم نتعب، لازم نقرأ، لازم نبحث. واضح حبيبي؟ الشيء الآخر أنه أنت وين مشكلتك؟ أن إذا الله يدري أنا بالنار ليش خلقني؟ سيدنا عفوا هو ذكر هذا كمثال، أعرف هو يسأل عن الوسواس بشكل عام. لا هي هاي الوسوسة العقائدية اللي في النهاية تجر إلى الكفر. شوف أخي، فرق بين أن أعلم وبين أن أجعل. أن أجعلك فاشل وأجعلك إنسان في النار، وبين أن أعلم أنك فاشل وأنك في النار. نعم. علمي علمي بأنك فاشل شيء، وأن أنا أجعلك فاشل ذاك شيء آخر. الله لم يجعلنا فاشلين، الله لم يجعلنا من أصحاب النار، هديناه النجدين. الله ما جعلنا، الله يعلم بذلك. زين إذا يعلم بذلك ليش خلقنا؟ إخواني يعلم بذلك، يعني مثل معلم، شوفوا المثال اللي جبته هواي لطيف هذا اللي راح أذكره. نعم. معلم يقول له للطالب من أول شهرين، يقول له بابا أنت ما تنجح ما تنجح. أستاذ من وين تدري أنت شنو أنت تعلم الغيب؟ لا ما أعلم الغيب، أنا أشوف هاي طريقتك ما راح تؤدي للنجاح، وراح تفشل والدك وفلوسك ما راح تروح. فلو شنو؟ روح اطلع من الدرس، روح للشغل، لو تقعد تقرا. رب العالمين يعلم انه بطريقتك هذه ستنتهي الى النار، بس انت مختار الطريقه. ولكن انت مختار الطريقه. نعم. فلما المعلم يقول لك انت، قول له استاذ خوش اسوي؟ بابا اقرا، خلي وقت هالشكل كذا، رتب امرك، اقرا وتنجح. فرب العالمين خلقنا ليختبرنا، خلقنا ليبتلينا، خلقنا لي على حال ليعرف، خلقنا لنعبده، وأمور كثيرة. ولكن مصيرنا بأيدينا نحن، أنا اللي أخلق مصيري، أنا اللي أهيئ مقدمات مصيري، وذلك بالعمل. الله سبحانه وتعالى يعطي الإمكانيات إليك، أنت اللي لابد تحدد مصيرك بعملك.
يعني أوضح من هذه الإجابة يا أخي الكريم، إجابة واضحة وبأمثلة بسيطة جدا. شكرا لك على طرح السؤال. سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على هذه الإجابات المهمة. حياكم الله بارك الله بك. لا تنسانا في دعائك سيدنا الكريم. جزاكم الله خيرا. الشكر لك أيضا مشاهدنا الكريم، لنا لقاء إن شاء الله في الغد، تقبل تحياتنا في رعاية الله وحفظه.